السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، يلقاكم هذا الفيديو كالعادة في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم غديوتي، غديوة عادية بسيطة ديال الناس البوسطاء، كنتمنى تعجبكم. بالنسبة للاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد طويجين بالدجاج البلدي. بالنسبة للعطرية اللي غندير فيه، وغادي ندير فيه واحد الفرع ديال حامض مصير، وغندير فيه واحد جوج فروع ديال الثومه، وغادي ندير نص كاس ما بين زيت الزيتون وزيت الروميه. اما بالنسبه للعطريه فغادي ندير شويه ديال الزعفران الحر، ومعلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الابزار اولا نص معلقه ديال الابزار ملح حسب الذوق، سكينجبير حتى هو معلقه. صافي هادو هما المقادير اللي عندنا. اللي عنده القزبر يابس يدير حتى هو قزبر يابس، راه حتى يجي زوين. والطريقه اللي درت صراحه جا زوين. ومهم صافي غادي نحطوا الدجاج ديالنا، وغنحطوا الزيت كالعاده، يعني كاي طاجين مغربي كلشي كيطيبوا. فهنايا ضفت حتى واحد معلقه نص معلقه ديال مطيشه ديال تحميره فلفل، فلفل احمر ضفتها على حساب اللون. صافي كنلوح العطريه ديالي كامله، كنقطع الحامض لقطع صغيره، وكنحك الثومه، وكنحط كلشي العطريه في دقه واحده، والربيع حتى هو كنديروه يعني قزبر ومعدنوس. صافي كنحط كلشي وكنسدو على الطاجين ديالنا حتى كيبان لينا، حتى كيبان لينا كيتشحر، حتى كيبان لينا صافي سخن الطاجين واش اللحم كيتشحر، كنقلبوه مزيان في هذيك الشرموله حتى كيتشرمل لينا اللحم في هذيك الشرموله مزيان، كنقلبوه حتى كيتشرمل مزيان. صافي وكنغطيو الطاجين ديالنا، وقبل ما نغطيو الطاجين ديالنا كنديرو الا شفنا العطريه قلي بغات تحرق غنديرو الماء، واحد نص كاس ديال الماء سخون. الا ما الا العطريه مزيانه ما كتحرق ما والو، ما نديروش الماء حتى كنديرو البصله. هذه هي الطريقه اللي كندير انايا، مهم نشاركها معكم وكنتمنى تعجبكم. بالنسبه للاخوات اللي كيشوفونا من الدول العربيه، مصر، الجزائر، المهم تحيه لهم وشكرا لهم بزاف على المجهود. غادي يبغيو ان شاء الله يستافدوا من الطريقه، لانهم ما كيديروش الطاجين بزاف، الطاجين المغربي. المهم هنا بعد ما تشحر لي اللحم مزيان، المهم شحرتو، غادي ندير دابا البصله. غادي نضيف البصله، وغادي نضيف حتى واحد نص كاس ديال الماء طايب، يعني ماشي الماء بارد، كنديروا الماء طايب. وغادي نحطو يعني الا كنتو كتبغيو الفلفله، المهم غتحطو واحد جوج مزاود ديال الفلفله، المهم الا كنتو كتبغيو الحار ما كنتوش كتبغيوه لكم جميع لكم الاختيار. المهم صافي غادي نستمر بالطريقه هذه حتى نكمل التستف ديال البصله. المهم تستف البصله، بالنسبه للبصله تقطعوها دوائر ولا غتقطعوها شرائح بحال، لان هذا النوع ديال البصله هذه البصله البيضاء كطيب بالزربه، كتذوب كتولي بحال الشحمه، بحال الزبده ولا بحال الشحمه، انا واش كيقولوا ليا. المهم يعني المقارنه مع البصله الحمراء، البصله البيضاء كتذوب كطيب بالزربه. صافي هادشي اللي كاين. غادي ندير الماء كيف ما قلت لكم، وغادي نسد على الطاجين، وغندير الفلفله، وغادي نسد على الطاجين حتى يطيب، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما قديت البصله ودرت واحد شويه تاع الربيع وسديت على الطاجين حتى المهم حتى نص طيب، حتى دخلوا الطياب، حليت على الطاجين وضفت ليه الزبيب، وضفت ليه الزبيب وجوج فلفلات حارين. وغادي نحاول نهز داك المرق اللي فيه، وغادي نسقي البصله الفوق باش كامله تشرب داك المرق.
الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا بعد ما كيطيب كيشرب هذاك المعرق كيولي اللون ديالو خاطر وكيجي بنين وصحي في نفس الوقت. شكرا لكم على المشاهده، الى فيديو قادم ان شاء الله.